نبدأ مع حضراتكم جولتنا في الصحافة العربية، نشوف مع بعض تغطية الصحف بعد استيلاء داعش على الرمادي في العراق، ونبدأ من الحياة وتحت عنوان واشنطن تعتبر سقوط الرمادي انتكاسة ولن تتدخل برا لاستعادتها من داعش. الخبر بيقول انه بعد سقوط الرمادي المحافظة الحيوية داخل العراق نفى العديد من وسائل الإعلام سقوط الرمادي النهاردة، وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لمساعدة العراق في استعادة الرمادي من تنظيم داعش، ولكنها أكدت برضو أن ده هيكون من خلال التدخل برا، أو مش هيكون من خلال التدخل برا، فيما انتشر الحشد الشعبي في منطقة النخيب ومعسكر الحيانية، وعززت وزارة الدفاع العراقية قوتها استعدادا للمعركة الصعبة. وصف البنتاغون سقوط الرمادي بأنه انتكاسة. في المقابل تزامن الخبر ده مع زيارة وزير الدفاع الإيراني لبغداد، وأكد على أن أمن العراق هو من أمن إيران، وأن هدف طهران هو القضاء على داعش. لكن مكتب الوزراء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفى ربط زيارة الوزير الإيراني بالأوضاع الأمنية. من موقع رويترز بقى، النهاردة نشرت قوات الأمن العراقية دبابات ومدفعية حول مدينة الرمادي للتصدي لمقاتلي تنظيم الدولة المرتدون. جريدة النهار اللبنانية نشرت تقرير بتؤكد فيه على أن في 4 مؤامرات أدت إلى نجاح داعش في الاستيلاء على الرمادي. أول مؤامرة أو أول المتآمرين هي أمريكا، وهي أبرز وجهات النظر المتداولة في الأوساط العراقية المتأثرة بقوة في انتكاسة الأنبار الأخيرة. هو تأكيدها على مسألة المؤامرة الأمريكية أو مسألة المؤامرة الأمريكية المرتبطة بمشروع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تقسيم العراق، لأنهم بيقولوا أن انتكاسة الأنبار بتعود في مجملها إلى التردد الأمريكي الواضح في توجيه ضربات جوية فاعلة ومؤثرة على عناصر داعش. تاني موضوع أو تاني مؤامرة هم السنة، وبتقول أن بعض الأصوات السنية المعارضة لمشاركة عناصر الحشد الشعبي الشيعية أن انهيار القوات الحكومية في الرمادي هي مؤامرة يراد من خلالها تأكيد ضعف القوات الحكومية وعدم قدرتها على مواجهة داعش. ثالث مؤامرة هو إبراز دور الميليشيا الشيعية والتمهيد لعودتها في معارك الأنبار زي ما حصل في معارك تكريت، الأمر اللي رفضته قطاعات واسعة في الأنبار. ولكن هنا نفتكر أن معركة تكريت أن إزاي أن الولايات المتحدة كان ليها دور في أنها تهزمهم. طيب ثالث حاجة هو فشل حكومة حيدر العبادي والمرتبط بمؤامرة الدولة المالكية العميقة، دي طبعا نسبة لنوري المالكي. فالجماعات المنوءة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي واللي بتساند رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي على أمل قيامه بإصلاح ما خربه سلفه المالكي، فيروحوا إلى أن جماعات الدولة العميقة ممثلين يعني المقربين من المالكي من كبار القادة العسكريين بيتأمروا على حكومة العبادي لإطاحتها والقفز مجددا للسلطة. أما جماعات الحشد الشعبي فبتصر على أن المتآمرين على استقلال العراق ووحدته من دون ما تسميهم بالتعاون مع الولايات المتحدة هم اللي كانوا وراء منع قوات الحشد الشعبي من القتال في الرمادي. الأمر ده أخل بمعادلة القوة هناك وسمح لداعش بأنها تتمدد وتسيطر على الرمادي. التحليل ده أو يعني هو يعني حسب التحليل ده موجود في جريدة النهار اللبنانية، ياخدنا لتحليل تاني على موقع CNN واللي بيؤكد وجهة نظر رجال الحشد الشعبي العراقي أو ما يسمى بقوات الصحوة العراقية في الأنبار. قال ديفيد روس محلل شؤون مكافحة الإرهاب بشبكة CNN إن مدينة الرمادي بتعتبر المكان اللي ولدت فيه قوات الصحوة لحرب تنظيم القاعدة في العام 2006، مما لا شك فيه إن سقوطها بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بداعش ويعتبر انتكاس. أكد روس على أن سقوط الرمادي هو عاصمة محافظة الأنبار لا يمكن النظر إليه على أنه هزيمة قوات التحالف، وعند النظر لوضع التنظيم بشكل عام في الوقت الحالي نرى أنه على منحنى تنازلي. سبب تاني بيؤكد وجهة نظر جماعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار من موقع CNN أنه قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
تسليح وتجنيد أبناء العشائر بمحافظة الأنبار في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، اللي يعني بتتمكن من السيطرة على مدينة الرمادي كبرى مدن المحافظة. نروح بعد كده للجارديان، والجارديان نشر النهاردة تصريحات على لسان مذيع بي بي سي الأشهر جيرمي باكسمان، بيتكلم فيها عن الأزمة اللي بتنتظر ان تواجهها او بتواجهها بي بي سي مستقبلا. والأزمة دي متمثلة في ان رخصة البث التلفزيوني المدفوع مش هتكون حصرا من حق بي بي سي، وان في كلام عن ان القنوات الاخرى من حقها هي كمان انها تاخد ثمن رخصة البث. باكسمان اللي ساب بي بي سي يعني من كام شهر بيعترف او بيحترف ممارسة السياسة حاليا، يقول زي ما نقلت عنه الجارديان: هل تعتقدون ان العالم سيضحي او سيضحى افضل بدون البي بي سي؟ وده سؤال تهكمي من المذيع المشهور اللي خاض معارك ضخمة باسم مؤسسته، يعني اللي فيها مع تان داونينج ستريت اللي فيها الحكومة البريطانية. مستقبل بي بي سي على المحك في أزمة عنيفة بتهدد مصادر تمويلها، والاشتراك المدفوع اللي بيوصل لحوالي 150 مليون استرليني رخصة في كل عن كل تلفزيون. طب خلونا نروح مع زميلتنا أستاذة داليا محمود، وهي صحفية المصرية المقيمة في لندن، ممكن تشرح لنا أكتر الموضوع. صباح الخير يا أستاذة داليا. صباح النور. هو بداية الجدل المثار دوت حول اللايسنس سي هو جدل قديم جدا وبيتجدد كل فترة، خاصة عند مرور البي بي سي بأي أزمة أو خطأ بيهدد من مصداقيتها أو بيخالف نطاق العمل بيها. طيب إيه اللي هدد مصداقية البي بي سي عشان يفجر الموضوع المرة دي؟ هو المرة دي مش بسبب المصداقية، يعني هو الموضوع ده اتطرح في بعض القضايا زي قضية جيمي سيبل وقضايا أخرى وتغطيات خاطئة البي بي سي قامت بيها أو بعض الأخطاء، لكن المرة دي اتطرح لسببين. السبب الأول هو إن الميثاق بتاع البي بي سي المفروض هيتم تجديده في آخر 2016، يعني قدامه هينتهي الميثاق الحالي في 2016 ديسمبر 2016، كأن البي بي سي قدامها سنة لتجديد الميثاق. الميثاق دوت هو اللي بيحدد الأغراض العامة لهيئة الإذاعة البريطانية، بيضمن استقلاليتها، واجبات الأمانة والمجلس التنفيذي، يعني كأنه الدستور الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية. وصادف دوت تولي حكومة محافظين، فده اللي طرح الموضوع، لكن هو كده كده كان قائم انه هيبقى فيه في 2000 اخر 2016 انه هيبقى فيه ميثاق جديد. طيب هل فكره ان هو قائم بشكل مستمر هل ده يقلل من الازمه ويقلل من التخوفات بما انه قائم وموضوع بيتجدد كل فتره؟ انا ما سمعتش السؤال، انا اسفه. طيب كنت بسال حضرتك هل فكره انه بيتجدد كل شويه وبين الحين والاخر الأزمة دي بتتجدد، هل ده يقلل من أهمية الأزمة، يعني إنها ممكن ما تكونش بالضخامة؟ لا، هو الميثاق بيتكلم على كل حاجة زي الطريقة اللي البي بي سي بتشتغل بيها، وهو بيجدد حوالي كل 10 سنين كده بيعملوا زي نظرة أو ريفيو عليه ويبصوا إيه اللي فيه. لكن فكرة اللايسنس في نفسها يعني موضوعها أكبر من كده. أنت تخيلي مثلا إن التلفزيون المصري هنا طالب إن كل بيت عنده تلفزيون يدفع له فلوس عشان يتفرج على التلفزيون، فمستوى الحوار والجدل هيبقى طالع منين؟ يعني بالنسبة لللايسنس في هي ضريبة بيدفعها كل تدفعيها على كل جهاز تلفزيون عندك. البي بي سي بتاخدها عشان تمول ال 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 يعني تمول برامجها وتدفع المرتبات للموظفين. انت لو ما عندكيش جهاز تلفزيون كمان وبتتفرجي على البرامج لايف او اثناء بثها على الكمبيوتر او على الايباد او تليفون بتدفعي الضريبه دي برضه. ولو ما دفعتيهاش بيبقى عندك غرامه، او كمواطنه او كواحده مقيمه في بريطانيا يا اما غرامه يا اما السجن. السنه اللي فاتت حوالي 200 الف واحد تهربوا من دفع الضريبه واتحكموا، و51 شخص منهم دخل السجن. دخلوا السجن بالفعل؟ طرح الموضوع من فتره ان دخلوا السجن عشان ما بيدفعوش الضريبه، ان هم بيشاهدوا بي بي سي. ان هم ما بيدفعوش اللايسنس فيه اللي هي بعد كده بتاخدها البي بي سي. البي بي سي كانت زمان هي القناه الوحيده اللي موجوده، فكانت هي اللي بتقدم خدمه عامه بس، فهي اللي بتاخد الفلوس ديت علشان خدمه عامه بتعرف البريطانيين اللي بيحصل، يعني كانه تلفزيون قومي. لكن دلوقتي بقى عندك في قنوات ثانيه موجوده، فالقنوات الثانيه طرح سؤال ان اشمعنى البي بي سي اللي تاخد؟ طب ما احنا بناخد كمان لايسنس فيه، ما احنا كمان بنقدم خدمه عامه، فليه ما ناخدش جزء منها؟
في ناس بتشتكي ان احنا ليه ندفع الفلوس اصلا ما احنا نتفرج على التلفزيون اونلاين. يعني في حاجات كثيره اتطرحت لحد ما في لجنه اعضاء من برلمان يعني زي جمعوا بعضهم وابتدوا يتكلموا عن الموضوع ده، وانه لازم الكلام ده من فتره من حوالي 6 شهور او حاجه، وانه ما فيش داعي الشق اللي هو التجريمي ان الناس تتحبس او تدفع غرامه، وانه ما فيش داعي ان في الوقت دوت بقى اصعب من الصعب تبرير اللايسنس فيه، انه ازاي في عصر الانترنت يبقى فيه لايسنس فيه. فطلع تقرير برضو من لجنه الاعلام وابتدوا يتكلموا ان هو لحد دلوقتي ده افضل بديل موجود، لانه هيتم تمويل هيئه الاذاعه البريطانيه منين؟ ده كده في قنوات هتتقفل وفي موظفين هيتم. طيب اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده مش يعني واضح انها مشكله، بتتكلم عن تنظيم للقنوات وللضرائب و ولكن التقارير اللي كانت بتتكلم على طول الاسبوع عن الموضوع ده، واللي كان اخرهم التقرير اللي احنا اشرنا اليه النهارده او المقال جيرمي باكسمان، كانت التقارير دي بتتكلم على انه المحافظين كان عندهم تحفظات على تغطيه بي بي سي المنحازه، فبالتالي هم بيستخدموا ده ككارت ضغط على البي بي سي. ما مدى صحه هذا؟ هو ربما يكون مطروح دلوقتي الموضوع ده، بس هو على طول بيبقى في ناس عندها تحفظات على تغطيه البي بي سي، وعلى طول في لجنه وفي زي بيتبعت شكاوي، وانه البي بي سي عاده بتلاقي ان في شكاوي جايه من الجانبين بنفس العدد، فبتقول احنا كده ما خليناش بالجايد لاينز بتاعتنا او بالمبادئ اللي احنا بنشتغل عليها. هو ربما يكون ده موجود، لكن ده يعني تقولي ان هو مثلا تريجر او ثغره او حاجه ادت الى فتح الموضوع مره اخرى، لكن هو مفتوح بقاله فتره كبيره. نعم. أنا عايزة أشكر حضرتك أستاذة داليا محمود الصحفية المقيمة في لندن، حضرتك وضحت لنا أجزاء كتير وجوانب كتير، يعني أن الموضوع مش بس سياسي بسبب حكومة المحافظين، ولكن في جوانب أخرى من القصة اللي بتهتم بها الصحافة البريطانية. في عنوان تاني بيقول أنه الجزيرة أمريكا تسرح المدير التنفيذي بعد تقرير نيويورك تايمز عنه. كنا رصدنا أو كنا عرضنا لحضراتكم تقرير نيويورك تايمز الأسبوع اللي فات. التقرير كان رصد يعني وقائع بتتكلم عن يعني إزاي أنه تم فصل الأستاذ إيهاب الشهابي اللي كان بيتقلد منصب المدير التنفيذي للقناة. والقصة بترجع لتقرير نيويورك تايمز من أيام عن استقالات في الهيكل التحريري للقناة بسبب طريقة إيهاب الشهابي في التعامل مع الموظفين. وفقا لإحدى الشهادات فالجزيرة أمريكا كانت عبارة عن جزيرة من الخوف حسب وصف التقارير، وأن الناس خايفة طول الوقت أنها تفقد وظائفها بإشارة من إيهاب إذا كان بيعاقب أي حد يتخطاه في أي قرار فورا. ومن هنا جت الاستجابة من الإدارة وتم استبداله فورا. الشهادات اللي بيرصدها كمان موقع روسيا اليوم اللي نقل في نسخته الإنجليزية التقرير هي أن السياسة التحريرية للمحطة كانت بتنطوي على ذكورية وتمييز ومعاداة للسامية، وده نفس الكلام بالمناسبة اللي كان موجود الأسبوع اللي فات في نيويورك تايمز وفي واشنطن بوست. وبغض النظر عن فكرة معاداة السامية، لأن مفهومها ممكن يكون محل جدل ودايما بتبقى يافطة عريضة مقصود بيها أشياء تانية غير المعنى المباشر، إلا أن التقرير أو التقارير المتواترة بتكشف أن الجزيرة أمريكا كانت عبارة عن جزيرة من الاضطراب والخوف بيتحكم فيها المدير التنفيذي. الجملة الأكثر شيوعا على الألسنة أنه استقالتنا لأنه أو استقالنا لأنه ثقافة العمل بالمكان لم يكن أحد يعني يطئها بالمرة. إدارة الجزيرة أمريكا استلمت البث وكان بيدخل 59 مليون بيت في أمريكا، ودلوقتي بتتعامل مع 30 ألف مشاهد في الليلة الواحدة بس. ده التقرير الـ12 عن رد الفعل أو عن شهادات الموظفين اللي بيشتغلوا هناك، واللي هم بيعتبروا بالنسبة للحكومة الأمريكية حتى وإن كانت القناة مش قناة محلية، ولكن الموظفين ليهم حقوقهم وبيتم الدفاع عنه. آخر حاجة معانا في جولتنا ولهواة قصص المخابرات والجواسيس ولمحبي متابعة الصراع من بوابته الخلفية، فديش بيجل الألمانية اللي تعودنا منها إنها دايما بتفرد مساحات للقصص المشابهة.
نشر النهارده تقرير طويل عن احد جواسيس جهاز المخابرات السوفيتي كي جي بي، واللي عاش في امريكا 20 سنه وكان بيتنقل بين دولتين مختلفتين لحد ما تم كشفه وتم حبسه فيما بعد. تقرير بيركز على الجانب الانساني بصوره اكبر، بيؤرخ للجاسوس كاخر الجواسيس السوفيت في الولايات المتحده واللي تم القبض عليه سنه 1997. تقرير بنرشحه لحضراتكم انكم تقروه وتستمتعوا بيه. دي كانت جولتنا في الصحافه اليوم، بكره جوله جديده، تصبحوا على خير. We'll be right back.